يا جماعه داروا على شمعتكم تقيد، يا جماعه داروا على شمعتكم تقيد لو سمحتوا. ما ينفعش حد يعرف ان الزمالك بيفوض لعيبه صغيره في السن من سيراميكا وانبي. الكابتن بسيوني الملط، الشهير ببسيوني الملط، يعني انا في الغالب لما باجي اتكلم على حد مثلا بقول رئيس هيئه المطانيق الشهير بالكابتن رضا عبد العال، او الكابتن المتهاك، او العلامه على مطفرج الشهير بالكابتن احمد عصام ميدو، او ميزه بصباع في ودنه الشهير بابن اللايحه البار الشهير بخوخ، عشان هو وشه شبه خوخه بيفكر من خوخته اللي هي وشه اللي هو مخه اللي هي نفسه، كل حاجه بتؤدي لنفس المعنى الا الكابتن بسيوني الملط. الكابتن طارق اي كيو الشير بالكابتن طارق السيد، عشان معلش ما ينفعش نذكر اسامي ناس وننسى الكابتن طارق يزعل والله. المهم ان الكابتن بسيوني الملط هو الشهير بالنسبه لي بسيوني الملط، يعني هو مش نافع معاه اي اسم غير بسيوني الملط. سبحان الله اكتر اسم مسمع مع الناس الكابتن بسيوني الملط، عشان ايه فعلا رشقه يعني ما شاء الله لايقه عليه اكتر من الفنان سامي مغاوري نفسه. هو فعلا بسيوني الملط بجد بقى، مش اللي هو بيمثل ان هو بسيوني الملط، ده بسيوني الملط الحقيقي. كابتن بسيوني الملط الحقيقي طلع عشان يتكلم معانا ويشرح لنا طبعا شويه حاجات ليها علاقه بان الاهلي والاهلي بيخسر وهي ونضحك والحاجات الحلوه دي. بس قبل ما نستلم الكابتن بسيوني الملط، لان الكابتن بسيوني الملط زبون، يعني انا لو استلمت الكابتن بسيوني الملط ممكن انسى حياتي، ممكن اكمل الفيديو ده لحد بكره، ممكن الموبايل مثلا يفصل وانا بعمل الفيديو وهو يبقى 100% اول ما ابتدي الفيديو. بس يعني الكابتن بسيوني الملط. المهم قبل ما ننسى نفسنا ونتكلم على كابتن بسيوني الملط، هنرجع نقول نفس الكلمتين مهمين تاني وهنعيد عليهم ونزودهم ونقول عليهم حاجه زياده كمان. ما تنسوش اخواتكم في فلسطين، والمشكله ما بقتش اخواتكم في فلسطين بس، تبقى اخواتكم في فلسطين واخواتكم في السودان. اللي بيحصل حوالينا مش منطقي، ومعلش الناس اللي بتحب نظريه المؤامره هتتبسط جدا. اشمعنا في التوقيت ده بالذات وانت عندك مشاكل في الحدود الشماليه او يعتبر الشرقيه اللي هي مع فلسطين، عندك مشكله في الحدود الجنوبيه ناحيه السودان، في نفس الوقت اللي انت المفروض كل عينك وكل تركيزك رايح مع اخواتك في فلسطين وبتامن نفسك هناك. وبعيدا عن ان اكيد الناس فاهمه وعارفه مين العدو الحقيقي او مين اللي عندنا معاه مشكله، لكن في نفس الوقت عندك مشكله في الجنوب. انت المفروض يبقى تركيزك في الشمال وفي الجنوب في نفس الوقت، وتبقى قاعد عينك وسط راسك عشان انت مش عارف الخيانه والضربه هتجيلك منين. في نفس الوقت اللي اخواتك بيعانوا فيه في فلسطين، عندك اخوات في السودان بيعانوا، عندك اخواتنا فوق اخواتنا تحت، الاثنين عندهم نفس المشاكل، الاثنين مع اختلاف الظروف واختلاف المسميات. ويمكن انا اكون مش على درايه قوي باللي بيحصل في السودان، بس الواحد بيقراه والواحد بيشوفه كلام مرعب، كلام مرعب بمعنى كلمه كلام مرعب. والواحد فعلا ما بقاش عارف يقول ايه غير ربنا ينصر اخواتنا في كل مكان عموما، سواء في فلسطين سواء في السودان سواء في اي مكان تاني. اللي بيحصل حوالينا يا جماعه مش طبيعي، واللي بيحصل حوالينا مش منطقي. والسودان بقى لا فيها حماس ولا فيها مش عارف مين، ولا فيها ابو عبيده، ولا فيها الناس اللي عملكم ازمات نفسيه، ولا فيها اي حد من الناس دي خالص. واللي بيحصل من السودان لا هو احتلال ولا هو مظاهرات ولا هي سياسه. اللي بيحصل في السودان قد يبدو ان هو مش كده، لكن هو يعتبر احتلال لسه ما حدش عارف من مين. بعيدا عن الكلام اللي بيتقال والاشاعات اللي بتطلع، انا ماليش قوي في السياسه، فانا مش هطلع رد الكلمتين قريتهم، احب ادور واعمل بالاتنين جنيه سيرش بتوعي واخش اقرا وافهم واشوف ايه اللي بيحصل اكتر. بس على الاقل من قبل القرايه، من قبل ما تفهم اي حاجه، من قبل ما تعرف اي حاجه، الطبيعي ان انت محتاج تدعي لاخواتك في فلسطين وتدعي لاخواتك في السودان، وتحاول على قد ما تقدر ان انت تساعدهم وتنشر الحقائق اللي بتحصل هناك عشان تساعد اخواتك مش عشان اي حاجه. وسبحان الله نفس الكلمه بالظبط تنطبق، ان دول خط الدفاع الاول عنك برضه، دول اللي حدودك الجنوبيه معاهم، فلو حصل عندهم حاجه طبيعي انها بعد كده هتوصل انها بتسمع عندك. طبعا ربنا ينصرنا وربنا يحمينا وربنا يحميهم، سواء اخواتنا في السودان او اخواتنا في فلسطين، وربنا يعدي الايام دي على خير عشان ما حدش عارف ايه اللي بيحصل، فربنا يستر. المهم نرجع نتكلم مع كابتن بسيوني الملط. كابتن بسيوني الملط راجل ملط قد الدنيا، ملط فكريا، ملط مش عارف اقول ايه تاني اكتر من كده، بس هو الراجل بيبان عليه، يعني الراجل اول ما تشوفه كده بسيوني الملط، وملط فعليا. يعني هو الراجل كان طلع اشهر فيديو ليه، اشهر فيديو للكابتن بسيوني الملط، لما كان قاعد ملط بيصور فيديو وقاعد في العربيه وقال لك اصل انا كنت في العين السخنه عادي يعني في المصيف، فانا ما فهمتش ايه المشكله. ودي راجل ملط يعني، هو لحد النهارده لسه مش عارف ايه المشكله، حتى لسه مكرر الجمله دي تاني مع الاستاذه الفنانه مايا حلمي، اللي ربنا يعني حاجه من الحاجات اللي الواحد ابتلاءات ربنا اللي الواحد مطلوب ان هو يستحملها، ان انت تشوف الاستاذه مايا حلمي مذيعه رياضيه وليها برنامج وبتقعد تناقش الضيوف وكده. فيعني هسيبك انت وخيالك، يعني انا اكيد مش هقول لك روح اتفرج على الحلقه، بس هسيبك انت وخيالك ان مايا حلمي وبسيوني الملط كانوا قاعدين مع بعض، الاثنين قاعدين بيتكلموا مع بعض. يعني المهم عشان ده مش موضوعنا استاذه مايا حلمي دلوقتي، نبقى نشوفها بعدين، سيرها تيجي. المهم الكابتن بسيوني الملط ما صدق طبعا ما الاهلي خسر، فطلع يعمل لقطه ويعمل نمره، عشان احنا عارفين قد ايه هو روش، قد ايه هو ما شاء الله دمه خفيف والكوميديا بتشر منه. فاتفضل يا كابتن بسيوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جميل، يوم سعيد. سمعت وبقيت اتفرج يعني ان النادي الاهلي اتغلب وضيع
فرصة ذهبية ان هو يحقق مركز كويس رغم كل الظروف معاه. دي واحدة بس، كنت لسه جاي من الجيم، عايز في بن، كنت طالب بن، كنت اشرب بن عم معبود، فجبت البن البرازيلي كيفني حلو. الحقيقه هو لسه محدش فاهم، يعني مش انتوا لوحدكم اللي اتفاجئتوا، او مش انتوا لوحدكم اللي ما فهمتوش ايه علاقه الجيم بالقهوه، بس هو لسه كل الناس بتحاول تفهم. يعني هي لسه كل الناس بتحاول تفهم انت ليه ممكن تبقى لسه راجع من الجيم فبتشرب قهوه. يعني انا على حد علمي انت بتبقى راجع من الجيم بتدور على بروتين مثلا، بتراجع من الجيم بتشرب حاجه، بتاكل حاجه فيها بروتين فيها سكريات تديك باور، يقول لك نطلع من الجيم نشرب كوبايتين قصب، على حسب انت بتضخم بتبلك مش عارف بتعمل ايه، الحاجات اللي انا ماليش فيها قوي طبعا، لان هو اكيد واضح عليا ان انا شخص جيماوي جدا. المهم يعني بعيدا عن القصه دي، انا عمري ما سمعت ان في حد بيطلع من الجيم يشرب قهوه. بس ده كابتن بسوني مالت، يعني هو راجل مالت في كل حاجه، لدرجه ان هو حتى لما قرر ان هو يروح الجيم بيطلع من الجيم يشرب قهوه، عشان هو فاهم ان هي دي اللي هتعمل له عضلات. يعني ما شاء الله عليك، راجل مالت من كل الاتجاهات، مفيش حته سالكه، بس ما علينا. المهم الراجل المالت، هذا الرجل المالت قال لك في اول الفيديو ايه؟ قال لك انا سمعت ما اتفرجتش عشان بطلت اتفرج، ودي اكتر حاجه تثبت لك انه راجل مالت. هو طلع يتكلم في ايه؟ في فيه ماتش ما شافوش، يقول لك كان اسهل فرصه واسهل ماتش للنادي الاهلي. يا راجل يا مالت. يعني بعيدا ان انت راجل ملط مش مدرك ان ده بطل امريكا الجنوبيه، اللي هو بيتعامل ان هو تاني اقوى بطل بعد بطل اوروبا، لدرجه ان سيستم البطوله بيقول لك بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه بيخشوا على السيمي فاينل. بعيدا عن ان دي حاجه فير او مش فير، بس الرانكينج او الترتيب بيقول ان دول اقوى فرقتين في البطوله. فانت بما انك راجل ملط كنت شايف ان اقوى فريق في البطوله، انا عارف ان طبعا اللي انا هقوله ده مش هيبقى عندك عليه معلومات، لان انت كل معلوماتك عن الكوره الكيرف اللي انت كلمتني عليه قبل كده، بس يعني مش موضوعنا القصه دي برضه. المهم ان انت شايف ان بطل امريكا الجنوبيه اللي كسب البوكا جونيورز، انا مش عارف تعرف البوكا جونيورز ولا تفتكر ان انا بتكلم على طبق فواكه مثلا، وقبليه كسب انترناسيونالي، ده ممكن تكون انت عارفه لانه لاعب الاهلي قبل كده، فانت اكيد كنت حاولت تشجعه، فاعتقد الاسم مش هيبقى غريب عليك، لكن لسه ما قابلناش البوكا جونيورز. يعني بعيدا عن الفرق بين الفرقتين، بس يعني انا عارف معلوماتك عن الكوره انت بتجيبها منين. المهم كابتن باسيوني مالتي بيقول لك كانت اسهل فرصه، جمهور الاهلي كله بيتخانق، مش ان الفرقه سهله، مش ان الفرقه تافهه، اي حد عارف ان الفرقه دي تقيله ومعاهم مدرب تقيل وكل حاجه، بس دي اسهل فرصه مقارنه باللي جاي، مقارنه بان احنا بعد كده البطوله هتبقى 24 فريق، بعد كده الموضوع هيبقى صعب. فاحنا بنتكلم ان دي كانت هتبقى اسهل فرصه، ان انت خلاص انت عديت اتحاد جده، قدامك ماتش لو كسبته بقيت في الفاينل، غير بعد كده هنرجع لنظام مجموعات وهنروح بقى لانظمه جديده، الله اعلم كاس العالم هيودينا لحد فين، بس كده هيبقى في انتر كونتيننتال، يعني هنشوف الدنيا تمشي ازاي. برضه مش موضوعنا يا كابتن باسيوني، لحسن تكون فاكر انتر كونتيننتال ده الاوتيل بتاع سيتي ستارز، يعني برضه الموضوع هيبقى كبير عليك انت مش هتفهم انا بقول ايه. المهم بعيدا عن التحفيل بتاع الكابتن باسيوني مالت، طبيعي الكابتن باسيوني مالت اكيد لازم يقول لنا رايه، لازم يحط التاتشات بتاعته. الكابتن باسيوني مالت اكيد يعني مش هيعدي الموضوع كده، حتى لو ما اتفرجش على الماتش ده باسيوني مالت يا جدعان اتفضل. لما تكون عندك ميزانيه مليار مليار ونص، وعندك اعلانات كلها، كل الشركات عندك على التيشيرت، وتلعب بطوله سهله زي دي وتخسرها بالشكل ده، وتخسر بالشكل ده، لا يبقى في حاجه زي ما انا قلت واقول، النوايا والناس المخلصه وقت اللبس والناس اللي بتحبش بعض باينه النهارده. هتقول لي طب ما بانتش ليه الماتش اللي فات؟ لا مش موضوع ماتش، الحاله اللي بتلعب فيها فرقه الاتحاد السعودي مش فرقه جامده. الاتحاد مش فرقه جامده؟ الله. يا بسيوني دلوقتي بقت الاتحاد مش فرقه جامده، واصل الميزانيه، والميزانيه مليار ومليار ونص، طب والاتحاد ميزانيته كام يا بسيوني؟ يعني بعيدا بافتراض ان انت برضه لان انت راجل ملط فانت ماسك في رقم المليار ومليار ونص بتاع الاعلانات بتاع الرعايات، مش الاعلانات، الرعايات بتاعت النادي الاهلي، اللي هو اصلا ارقام متقسمه على 3 سنين واربع سنين وحاجات زي كده، بس انت متخيل ان دي الميزانيه؟ انا عارف ان انت مش فاهم ايه الفرق بين الرعايه وبين الميزانيه وما بين الفائض بتاع الميزانيه، عشان هي دي اللي بنتكلم عليها، ما ينفعش اتكلم على الميزانيه كامله، بس يعني عموما انت راجل ملط قد الدنيا، فانت مش هتفهم التفاصيل دي، التفاصيل دي هتبقى صعبه على امثالك، ودي حاجه انا مدركها مش هتكلم معاك فيها كتير. بس انت بتقول يا كابتن باسيوني ان الاتحاد فرقه مش جامده، يعني معنى كده يا كابتن باسيوني ان انت كنت عارف قبل الماتش ان كده كده الاهلي هيكسب الاتحاد؟ الاهلي بنتائجه اللي ما كانتش احسن حاجه قبل كاس العالم، هتبقى انت يا باسيوني بتقول ان الاهلي هيكسب؟ الاهلي كان بيكسب بالنيه وبالتعب، دلوقتي ولا في نيه ولا في تعب ولا في اي حاجه، رغم انك عندك كل المقاومات، بس ربك بالمصاد، ربك ما بيسيبش، ربك لما اسمه العدل، احنا في العدل، في عدل، تخيل في الدوري المصري زيرو اداء ونتيجه، بطوله افريقيا زيرو اداء ونتيجه، الدوري زيرو نتائج واداء، خدوا بالكم الاثنين، ها افريقيا زيرو نتائج واداء. لو عملنا ب 2 جنيه سيرش يا كابتن باسيوني، 2 جنيه سيرش بس، انا عارف انت يعني ممكن الموضوع برضو كورة انت مش فاهمه، بس يعني هنحاول، انت راجل ملط وانا هحاول اخد فيك ثواب لعل وعسى ما تبقاش ملط قوي، انت كده كده هتفضل ملط، بس يعني ما تبقاش ملط
قوي ومشيها قوي عشان اكتر من كده ممكن يتعمل لي بان. الكابتن باسيوني مالتي بيقول لك ان الاهلي المشكله في النوايا والمشكله مش عارف ايه، يعني انتوا عارفين طبعا كره القدم بتعتمد على النوايا، انت لو نازل في نيتك تكسب هتكسب، مالهاش دعوه باي حاجه تاني، لو انت بس انوي خير وربنا كريم. كابتن باسيوني مالتي تقريبا هيوصل لمرحله الالحاد، لانه كان بيقول لك ان العدل ان الاهلي ما يكسبش، فبما ان الاهلي كسب اتحاد جده ربك اسمه العدل واللي بيحصل ده العدل. فحاجه من الاثنين يعني، يا اما هو العدل ان الاهلي يكسب، يا اما كابتن باسيوني ناوي يلحد، ودي حاجه احنا مالناش دعوه بيها، انا مش هتدخل في القصه دي، ماليش دعوه. كابتن باسيوني مالتي ما اعرفش هو كان قصده ايه، هو ممكن يبقى يشرح لنا بعدين، برضه مش قصتي ومش موضوعنا كابتن باسيوني ناوي يعمل ايه. المهم انا هركز على حته انه بيقول لك الاهلي في افريقيا اداء ونتيجه زيرو، وفي الدوري اداء ونتيجه زيرو. لو جينا نبتدي مثلا بموضوع افريقيا، لو عملنا ب 2 جنيه سيرش هنلاقي ان الاهلي لعب 3 ماتشات هو وكل الفرق اللي في المجموعه. الاهلي اداؤه مش قوي بس نتائجه من زيرو. هو الاهلي اول المجموعه بخمس نقط، وبعد كده في ميدياما وبلوزداد الاثنين اربع نقط، وبعدين في يانج افريكانز ثلاث نقط. والنهارده يعني على ما تشوفوا الفيديو ده هيكون في ماتش اتلعب ما بين ميدياما وما بين يانج افريكانز، ومش عارف طبعا الدنيا هتخلص على ايه، بس ان كان لو كل الفرق لعبه ثلاث ماتشات فالاهلي الاول في المجموعه. فيعني ممكن نتكلم في الاداء، ممكن نتناقش في الاداء بافتراض ان الكابتن باسيوني مالتي بيفهم في الفنيات، مع ان انا ممكن اقول لكم ان رئيس هيئه المضانيق اللي احنا متفقين انه ما يعرفش حاجه عن الكوره غير انها كيرف زي كابتن باسيوني مالتي بيفهم في الكوره احسن من كابتن باسيوني مالتي. فتخيلوا كابتن باسيوني مالتي عامل ازاي، يعني تخيلوا اما الكابتن رئيس هيئه المضانيق الشهير برضا عبد العال بيفهم كوره احسن منه، انتوا متخيلين هو حالته صعبه قد ايه. المهم برضه مش موضوعنا رئيس هيئه المضانيق وفهمه للكوره لانها مش قصتنا دلوقتي. الكابتن باسيوني مالتي بيقول لك ان الدوري كمان الاداء فيه زيرو والنتائج فيه زيرو، ومش عارف بتعمل ايه وبتلعب مين، وحاجات من الحاجات اللي بيقولها كابتن المالتي دي. كابتن المالتي لو جه بص على جدول الدوري النهارده هيلاقي ان النادي الاهلي رابع الدوري، رابع الدوري مع 14 نقطه، الفرق بينه وبين اول الدوري 3 نقط، اللي هو الاسيوطي اللي لسه متبلع امبارح من صن داونز، قال لك الاسيوطي راح يفك عقده صن داونز في جنوب افريقيا، فرجع هنا لبس عقده في نفوخه هنا في القاهره، خسر 1-0 وعملوا خناقه وعملوا حوار، بس مش عارف في حد فيهم اتضرب بالقلم ولا لا، لان هو لو ما اتضربش بالقلم ما بيرفعوش قضيه وما بيطلعوش يعيطوا، اي ضرب تاني عادي، اي ضرب او اي حد يمسي عليهم عادي ما عندهمش مشكله، حد يمسي عليهم اللي هو يقول لهم مساء الفل يعني عشان بس دماغكم ما تروحش في حته ثانيه، لكن واحد يتضرب بالقلم لا، انا اعيط بقى ونقول يا لهوي خناقه ونروح بقى بعد حاجه مصفر برضه وخناقه ونروح نرفع قضيه ونروح نعيط للنيابه ونقول والله العظيم والله العظيم حقي وبتاع، يعني مش موضوعنا برضه الاسيوطي والعلقه اللي كده امبارح سواء في الملعب او بره الملعب، مش قصتنا، مش موضوعنا، نسيب الكابتن ممدوح عيد يقعد يعيط والكابتن هاني السعيد والناس الحلوه اللي هناك دي. المهم لو بصينا على الاهلي في الدوري بعد ما الاسيوطي المتصدر حاليا مع 17 نقطة والاهلي مع 14 نقطة، لو ركزنا هناخد بالنا من حاجة صغيرة كده، ان الاهلي لعب ماتشين اقل من متصدر الدوري، ماتشين اقل من الثلاث فرق اللي فوق النادي الاهلي، اللي هم واحد فيهم معاه 15 اللي هو المصري، واحد فيهم معاه 16. المصري ده بالمناسبة اخر ثلاث نقط كان خدهم على حساب النادي اللي بيشجعه كابتن باسيوني مالتي، بس ما حدش عارف كابتن باسيوني مالتي بيشجع ايه دلوقتي الحقيقة، لان الاهلي عنده مناسبة وبيلعب فرق كتير، فيعني انتوا عارفين الناس اللي زي كابتن باسيوني مالتي دول بتلاقيهم بيلفوا كل شوية على حجر نادي شكله وبتاع، بس يعني مش قصتنا برضه. المهم زد تاني الدوري مع 16 نقطة والاسيوطي اول الدوري مع 17 نقطة، يعني الاهلي لو الماتشين بس الماتشين متاجلين دي الاهلي كسب منهم واحد كسب منهم واحد مش هقول لك كسب الاثنين، الاهلي يبقى اول الدوري، بس يعني ده كابتن باسيوني مالتي شايف ان اداء ونتيجه مش نافعه، بس عادي كابتن باسيوني مالتي. فاتفضل يا كابتن باسيوني كمل كده كده مفيش امل فيك انك تفهم. بلوزداد يا جماعه، بلوزداد الفرقه دي الفرقه الثامنه في الدوري، بلوزداد الفرقه الثامنه في الدوري، الثامن في الدوري، عارفين يا جماعه الفرقه الثامن في الدوري يعني مع احترامي للانديه اللي عندنا، يعني مثلا زي الجونه الداخليه، تخيلوا شفت الاداء عامل ازاي؟ شفت المنظر عامل ازاي؟ شفت اللعيبه عامله ازاي في الملعب؟ انا بقول لكم في مشاكل خارجيه وفي مشاكل على التجديد اللعيبه وفي مشاكل في اوضه اللبس كمان، جامع عاشور، حسين الشحات، محمد عبد المنعم. بص يا كابتن باسيوني انا مش هتكلم معاك في المشاكل الخارجيه ومشاكل اوضه اللبس، انا مش عارف ايه المشاكل الخارجيه بصراحه، يعني لو في مشاكل خارجيه زائد مشاكل اوضه اللبس فممكن يكون مثلا في مشاكل بين اللعيبه وبعض على القهوه او على الكافيهات اللي بيقعدوا فيها، او مثلا كان في اتنين كانوا مسافرين الصيف اللي فات بيصيفوا مع بعض وحصلت بينهم تاتشاي، يعني مش عارف ايه المشاكل الخارجيه دي، ممكن نتكلم فيها بعدين. ولو انت قصدك على مشاكل اوضه اللبس فانت قلت قبل كده ان مشاكل اوضه اللبس والنيه، وانا قلت لكم قبل كده بس الاهلي رجع كسب اتحاد جده، فواضح ان برضه النظريه بتاعتك مضروبه، بس انا برضه هسيب كلامك الملط يا راجل يا ملط وركز على نقطه ملط من اللي انت بتقولها يا راجل يا ملط. الكابتن باسيوني مالتي بيقول لك ده بلوزداد ده تامن الدوري، تامن الدوري، ولانك راجل ملط قلت ان هو مع كامل الاحترام للجميع يعني زي الجونه والداخليه، الجونه والداخليه ما ينفعش ان حضرتك تخليهم زي بعض، يعني لو حضرتك بتتكلم على تامن الدوري زي الجونه والداخليه فهنا هيبقى لنا وقفه، لان احنا لو رجعنا للسكرين شوت اللي من شويه دي معلش بتاع ترتيب الاهلي في الدوري هلاقي ان الاهلي الرابع زي ما شرحت لكم من شويه، وان الاهلي ليه ماتشين ومش عارف ايه، بس لو جينا اتكلمنا على الجونه معلش يعني عشان انا ما بحبش الظلم، الجونه السابع مش الثامن، لو انت شايف السابع زي الثامن والاثنين دي فرق تعبانه فعيب،
ان السابع الجونه الثامن ده فيوتشر، واعتقد انت ما ينفعش تقول كده عن الناديين. لكن لو انت هتتكلم على الداخليه فهنلاقي الداخليه ننزل تحت شويه كده في جدول الدوري. ايه ده مين ال 12 ده؟ فرق تعبانه يعني، مش موضوعنا برضه، مش قصتنا مين ال 12 ده. الداخليه رقم 16 في الدوري المصري، يعني انا معلش انا اسف على المفاجاه ان الجونه والداخليه مش واحد، وان انا عارف ان السابع والثامن ده تعبان، فطبيعي وانت نازل 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 تاسع عاشر 11 12 13 14 وانت نازل بقى كلها فرق كسر، انت عارف يعني كابتن بسيوني، فاحنا مش هنتكلم على الفرق اللي في المستوى ده. فلو سمحت سيبك من قصه الاهلي دي وعاوز تشوف لنا اي حاجه ثانيه تقولها. النادي الاهلي بيمثل نفسه مش بيمثل مصر. مش هضحك عليك اقول لك تعصب، واحد يقول لك ايه انا زملكاوي، بس انت فعلا انت ما بتعرفش تقول كلام ايه هم الزملكاوي واهلاوي في حد شعار الاهلي. خلاص بقى الالعاب دي عرفناها بقى، الشعارات دي بقى لقوها بقى، انتوا بتمثلوا نفسكم. يقول لك ده النصر السعودي سوري الاتحاد السعودي كان عمال يقول طعميه مش طعميه ماهي. طب ما انت نفسك انت هتقول لي كده تنظر لو فيا وتعطيش كده شيكابالا وتريق عليا وتقلب الدنيا عليا. انت بس انت راجل متعصب، انت تقدر تعصب؟ هو فين التعصب؟ رياضه حبيبي، مكسب وهزيمه. قال لك الاتحاد قال طعميه وانا مالا انا مالا انا ما يقول طعميه يا باشا. حضرتك انا موافق ابقى طعميه واشجعهم عادي، ولما ما يكسبوش اقعد ساكت بقى، مش هضطر اتكلم لحد ما يجي فلومينينسي البرازيلي اطلع اقول لك انا اصل انا طلعت من الجيم رحت اشرب كوبايه بن برازيلي لان هو راجل مالط فهو فاكر ان الاثنين ليهم علاقه ببعض. يعني برضو مش قصتنا. كابتن بسيوني مالط كالعاده طلع يثبت لنا وجهه نظره ان يقول لك ايه بقى عشان راجل مالط، قال لك الاهلي بيمثل نفسه، وعشان يثبت لنا ان هو محايد قال لك والزمالك والاسماعيلي كلهم بيمثلوا نفسهم. كابتن بسيوني مالط ما يعرفش ان بيتقال بعد كده ان الانديه المصريه محققه كذا بطوله وهي اللي بتتربع على عرش افريقيا، وان الانديه الفلانيه هي رقم كذا، وان الانديه اللي من البلد الفلانيه. كابتن بسيوني مالط ما يعرفش ان الانجازات دي بتتحسب لمصر، ان بيتقال الانديه بتاعه المنتخب الفلاني او الانديه بتاعه اتحاد الكره الفلاني او الانديه بتاعه البلد الفلانيه بتحقق انجازات 1 2 3. بس بما انك راجل مالط او يمكن عشان ما حققتش انجازات بقالك كتير فانت مش فاكر، فانا مش هحاسبك على الكلام ده. انت راجل مالط قد الدنيا، وانا مش هينفع اقفلك على كل كلمه بصراحه، هيبقى ده الكيك، وانا ما بحبش اتلكك لحد يا كابتن بسيوني. يعني انا نيتي صافيه، فانا هسيبك من القصه دي وخش انت في اي حاجه ثانيه مالكش دعوه. ان فوجئت من يومين ثلاثه في حاجات بتحصل كده في النادي مش مريحاني، حاجات قطاع البراءه بتاع الناشئين وبرضه نفسها ومش هتكلم فيها، بس عايز اتكلم في حاجه مهمه بقى، موضوع القيد. فوجئت دلوقتي بالاسبون وما اعرفش انديه سامسون وهنا غرامات وهنا غرامات، ايه الغرامات اللي طلعت كده فجاه دي؟ مش مين طلع في الوقت ده؟ دي مش حاجه، حضراتكم جايين بالملفات بتاعتكم وجايين عارفين ان النادي عليه ديون والنادي لازم والديون ده لازم تدفع عشان خاطر الجماهير، ونفك الكيد عشان نجيب لعيبه سوبر ونجدد لعيبه السوبر عندنا ونسوق اللعيبه والكلام ده كله. ده اللي مطلوب منكم الفتره الجايه، غير كده انا واحد من الناس، اعمل اللي انت عايزه، ده رزق على الله. نخش بقى على الاجزاء الشيقه. كابتن بسيوني مالط بيتكلم عن الناشئين والبراعم. كابتن بسيوني مالط بيقول، معلش هنا نركز عشان كابتن بسيوني مالط الزمالكاوي الجميل واضح ان عنده مشكله مع نادي الزمالك دلوقتي، فاحنا لازم نحلها. يعني انتوا عارفين انا احب اقوم بدور الصلح خير ده، احب اخش اصلح بين الناس جدا، وانا ما اقدرش اسيب الكابتن بسيوني مالط والزمالك زعلانين من بعض. بس اكيد اكيد الكابتن بسيوني مالط هيقول لنا الاسباب. يعني هو قال لك ان في مشكله في الناشئين والبراعم، بس انا مش هتكلم عليها. في مشكله ثانيه في القيد، بس دي هتكلم عليها بقى بصراحه، انا مش هسكت لكم على كل حاجه. بقول لك ايه بقى، هي ايه الغربات اللي طلعت دي كلها فجاه؟ ها اشمعنا دلوقتي؟ اشمعنا دلوقتي ولا انتوا عايزين تثبتونا يعني؟ لا يا باشا مش هنتثبت معلش. كابتن بسيوني مالط بيقول لاداره الزمالك انتوا جايين يا باشا وملفاتكم جاهزه، ها مش عايزين بقى الحركات القرعه دي، بعد اذنكم فوقوا القيد ومش عارف ايه، لان بعد كده انا مش هسكت ورزقي على الله. كابتن بسيوني هو انت حد هددك ان انت لو اتكلمت هيزحلقوك من النادي؟ ايه الحركات الرخيصه دي؟ يعني هم قالوا لك يا كابتن بسيوني ما تطلعش تتكلم، وكلموك قال لك يا كابتن بسيوني ما ينفعش تقول كده عشان ما تسخنش الناس علينا، لانك لو سخنت الناس علينا همشيك من النادي، فانت طالع تهددهم؟ لا حول الله يا رب، لا لا ما نتمناش ما نتمناش كده، نحبوا بعض ما ينفعش. المهم يا كابتن بسيوني سيبك من القصه دي، ما تحكي لنا شويه مشاكل كده، قول لنا ايه اسباب المشاكل بينك وبين اداره الزمالك؟ عندك استعداد؟ تعمل كده؟ يعني شفت النهارده كابتن هشام نصر مدعم فرقه الياتو بيجيب العمل معاك والله العظيم. احمد الله احمر الاسطوره والجدع دول على دماغنا دول فرحونا ونجوم نجوم، بس الكوره المفروض قبل الكلام ده كله دلوقتي. يعني تاخد يعني حسابات دلوقتي كلها مجلس الاداره بالناس المشرفه على الكوره، الكوره ملف الكوره هطلع كده الاقي كده اتفك بنفوض لعيبه وفي تسريبات البلد بتفوض لعيبه وجبنا لعيبه من سيراميكا وجبنا لعيبه من الانبي، يعني ده عند عقود. وسيراميكا ده نادي مش قليل، ولا انبي ده نادي قليل مش هيديك لعيبه بالساهل، وانت تطلع تقول هيزايدوا عليك وعارف يبيعوا لك مش هيبيعوا لك حاجه، لعيبه صغيره السن والصفقات هتبوظ، وتقول مع الناس اللي اتكلمت والناس اللي قالت وحجج بعدي على سمعتك في ايد. اللي بشوفه ده ما يصحش في نادي الزمالك. احنا في مرحله خطر، في لازم في تكاتف للكره القدم فقط الفتره دي.
يا جماعه داروا على شمعتكم تقيد، يا جماعه داروا على شمعتكم تقيد لو سمحتوا، ما ينفعش حد يعرف ان الزمالك بيفوض لعيبه صغيره في السن من سيراميكا وانبي. بسيوني مالتي فعلا، بسيوني مالتي بيقول لك ما هو داري على شمعتك تقيد، يعني انت حضرتك رايح تفوض سيراميكا وانبي، ما دي انديه كبيره برضو، مش هتسيب لك لعيبه في نص الموسم، لا وكمان لعيبه صغيره هيطلبوا فيها ارقام كبيره. نداء الى كل القنوات، يا ريتوا تشوفوا مين اللعيبه الصغيره في السن اللي بتلعب في انبي وفي سيراميكا والزمالك بيحاول يجيبهم، عشان نداري على شمعتنا كلنا مع بعض. معلش انا احب شمعه نادي الزمالك دي نداري عليها كلنا مع بعض، لان الرياضه عباره عن زي ما الكابتن بسيوني قال، دي رياضه فوز وخساره قبل كده، وقال لك عادي يعني ايه مشكله، دي رياضه، فما فيش تعصب، ما فيش اي حاجه من الحاجات دي، احنا بس هنتلم كلنا مع بعض ونداري على شمعه نادي الزمالك، واللي يتفيها الاول ياخدها يا باشا. معلش كابتن بسيوني مالطي، انت بعيد عن انت راجل مالطي، فانت مش فاهم انك كده بتسيح لهم، دي نقطه مش هتكلم معاك فيها، يعني انا ما عنديش امل ان انا اشرح لك اللي انت قلته، الموضوع صعب والله، انا مش هبذل مجهود في القصه دي، بس انا عجبتني قصه ان انت بتقول انا شفت الكابتن هشام نصر وهو راح لفريق الاياد، بقول لكم ايه الكوره اهم، الكوره اهم بقى، بس اسيب لكم فككم الحركات اللي احنا بنعملها كل ما نخسر دي، ونقعد نقول احمد الاحمر وقلوب وبتاع، لعيبه حلوه وكل حاجه، بس الكوره اهم. كابتن بسيوني انت طالع تفضحهم، فيعني امسك العقل يا كابتن بسيوني عشان الدنيا باظت. مفيش حجه تاني ليكم، الجمهور زي ما جابكم زي ما بيحاسبكم، والله العظيم ولا جماعه وما ولا اعضاء ولا الكلام ده، هم اللي جابوكم، جابوا نادي الزمالك العظيم اللي جابكم، واحنا كنا واقفين معاكم، احنا وصلت بينا مرحله دلوقتي كان في ناس من اعضاء نادي الزمالك اللي هم نجحوا دلوقتي كانوا بيكلمونا بالانتخابات، وبعد الانتخابات كده بشويه، دلوقتي ما حدش بيرفع السماعه يكلمنا، مش فاضيين لنا، كان في حاجات مهمه عايزين نقولها لكم مش عارفين نوصلها لكم، حاجات هتبوظ في النادي مش عارفين نوصلها لكم، مش فاضيين، هتفضل امتى ان شاء الله؟ انتوا خليتوني اقسم بالله اروح النادي، مش عايز اروح النادي، مخنوق. عرفت المشكله ايه؟ انا كان في ناس بقى بتكلمنا قبل الانتخابات وبعد الانتخابات بشويه، دلوقتي ما بقوش يردوا علينا، يا جدعان ردوا على كابتن بسيوني مالطي بسرعه، عشان قدامه يومين وهيسيح لكم اكتر من كده، انا يعني خايف بعد كده يطلع ارقام موبايلكم، انا بقول لكم دي نصيحه اخويه وانتوا حرين بقى. كابتن بسيوني مالطي، كابتن بسيوني المالطي الكبير، مش كابتن بسيوني مالطي وخلاص، لان كابتن بسيوني مالطي ده ليه وضعه، لان احنا بقى عندنا بسيوني مالطي الصغير على التيك توك اللي هو اسامه فارس، بس يعني بدون ذكر اسماء، ما حدش يقول له ان احنا بنقول كده، لان انا لما بقول له بسيوني هو بيرد، بس برده مش موضوعنا، مش قصتنا دلوقتي. الكابتن بسيوني مالطي الكبير، كابتن بسيوني مالطي الحقيقي، كابتن بسيوني مالطي قدوه للكابتن بسيوني مالطي الصغير، طلع يسيح للاداره ويقول لك اصل ما بيردوش علينا، وهي دي النقطة اللي مضايقاه، ان هو بقى يكلمهم محدش بيرد، هتبقى عندنا مشاكل يا جماعة، عايزين نقولها لكم، يعني أنا راجل صاحب وجهة نظر، عاملني باحترام. كابتن بسيوني مالط عنده مشكلة لدرجة انه ابتدى يسخر عليه ويقول لهم بقول لكم ايه بقى، انتوا الجمهور اللي جابكم لا جماعية عمومية ولا بتاع، مش عايز اروح النادي اتخنقت، يقول له هشوفه كلمني في النادي هديله على وشه. كابتن بسيوني مالط سخن، واعتقد ان احنا داخلين على ايام حلوة قوي، بس كابتن بسيوني وانت سخن كده ما عندكش شويه اخبار تقول لنا على فتوح ولا حاجه، ولا على اي حاجه كده تسريبات من جوه فريق الكوره اللي هي الكوره اهم، فانت مش عايز تفضحهم كده ولا تقول اي حاجه حلوه قبل ما تمشي؟ بس احمد الفتوح هو بقى اللي وصل لي رساله، عمه خاله اللي وصل لي رساله، الواد هيعتذر والواد شاري الزمالك وعايز الزمالك، بس في ناس جوه مجلس الاداره مش عايزه الواد عشان فلوسه عاليه، ما غالي تمنه فيه، ابص ايديكم كفايه الاثنين اللي بيكسبوا الاهلي دلوقتي، كلام عاشور وكهرباء، النادي الاهلي لو الاثنين دول مش موجودين مش هيروح للجول اصلا خالص، احسن اثنين في مصر، عايزين تودوا لهم فتوح كمان وتقلبوا الاي عليه، وقالوا لي على حد جوه الجهاز الفني عايز عمال يسرب معلومات غلط، وهو ده اللي قلت لكم عليه في الفيديو اللي انتوا زعلتوا منه فيه، اولا انتوا جايبين ناس مش قد المسؤوليه في كل القطاعات بصراحه، يعني مش كان بقى اداريين ولا مدربين ولا عمال ولا، لا انتوا جايبين ناس تبعكم مش ناس تشيل النادي يا اخوانا، الغالي ثمنه فيه في الاهلي بس، في الاهلي بس لما بيبقى حد يمضي بفلوس ما بنقولش الغالي ثمنه فيه، بنقول اللي هيبوظ اوضه اللبس، واصله بيتنك، واصله قاعد يبوس في الشعار ويقول لك اصل الاهلي عشان كده، لكن في الزمالك ايه يعني الولد عايز حاجه غاليه، وبعدين خدوا بالكم بقى عشان انا ذكي مش هقول لكم مين اللي كلمني، يبقى فتوح، يبقى عمه، يبقى خاله، اللي هو يعني الراجل خاله او اللي بيقال عليه خاله، اللي مصر كلها عرفت القصه ان هو اصلا مش خاله، وهو ده الوكيل بتاعه اللي بيتفاوض. كابتن بسيوني مالطي مش هقول بقى مين اللي كلمني، فتوح، عمه، خاله، جايز ابن عمته، ومعدي، ما حدش عارف، دي مفاجاه هنعرفها بعدين، بس هو عايز فلوس، وفي ناس في مجلس الاداره مش عايزه الولد، مش عايزه تديله فلوس، وفي حد في الجهاز الفني بيسرب اخبار، بقول له انتوا نادي مش عارف مين. امسك العقل يا كابتن بسيوني، الدنيا فرطت منك خالص. كابتن بسيوني مالطي بيقول لك ولا انتوا عايزينه يبقى زي امام وكهربا، احسن اتنين لعيبه في مصر باعترافاتهم. يا كابتن بسيوني الحلاوه دي.
يعني انت شايف ان امام وكهربا احسن 2 لعيبه في مصر؟ يا حرام، انت عشان كده متضايق؟ اقول لك مش كفايه ادي لهم امام وكهربا، انا اديهم فتوح كمان. لو هياخد 1,000,000 جنيه في اليوم مش هيروح الاهلي، بقى لعيب في الاهلي. عايش يا كابتن بسيوني، انا مدرك ان الصدمه عليك صعبه، وانا يعني بعيدا عن النقطه برضو اللي انت رميتها في الاخر، لان انت النهارده واضح ان انت قررت ان انت تسيح لهم، وتقول بقى الناس اللي انتم مشغلينها اداريين بعمال باي حد بيخش النادي كلهم ناس مش قد المسؤوليه وكلهم ناس تبعكم. خلاص انا مش هتكلم في الحته دي يا كابتن بسيوني، بس الحقيقه انا اتبسطت ان انت رجعت تعمل فيديوهات تانية، كنت مفتقد الفيديوهات بتاعتك المالت الحلوه الجميله دي، لدرجه انك طلعت تسرب لهم كل الاخبار وانت مش حاسس. انت ما خدتش بالك انك بتسرب اخبار. تسلم يا كابتن بسفيري، والله ربنا يخليك، ودايما ترسم الضحك على وجوهنا يا رب يا كابتن بسفيري، ربنا يخليك لينا.